وهالتأمين الصحي وكل واحدة في قارة، وإذا ضاعت واحدة بدي أقعد أدور عليها. كمان موضوع قد يكون له سلبيات. أولا عجبني يمكن أنا دائما بقرأ بأي خبر تعليقات القراء، فأحد الأشخاص بيقول يعني هذا الحكومة تشير إلى أنه إحنا بدنا نتقشف، وين التقشف في الموضوع؟ معناته الحكومة هذا الموضوع مش رح يكون يعني سهل، لكونه بطاقة ذكية ورح يكون في أجهزة لإصدارها ويعني عمل مكثف، معناته هذا رح يكلف الدولة مبالغ طائلة. أيضا لفتني برضه يمكن تفكير بديهي ممكن يخطر ببال أي شخص بسمع هذا الموضوع، في عنا زي ما بتعرفوا نظام حجز الرخصة اللي بتقوم فيه إدارة السير، في حال إذا صارت الهوية والرخصة وبطاقة التأمين الصحي ببطاقة واحدة، ما بعرف أنا هل يوجد تخبط في إجراءاتنا الحكومية أم سيتم تعديل قانون السير بناء على ذلك؟ يعني ما معي مثلا أنا خالفت مخالفة معينة واقتضت هذه المخالفة مثلا سحب الرخصة، زي مثلا اللي بيقطع إشارة حمراء بيسحبوا رخصته. طيب إذا انسحبت يعني أنا بكون ماشي بدون ما يكون معي إثبات هوية هيك نازل باراشوت؟ يعني ما بعرف، موضوع يمكن عن جد اللي بيسمعوا بيقول لك في تخبط تكلفة المشروع، وعلى ما يبدو أنه إحنا يعني عندنا نوع من الرغبة بالتغيير للهويات. طيب وهل رح تكون ببلاش على المواطن ولا مش ببلاش ورح يدفع عليها؟ والله ما أنا عارفة. عموما هذا خبر وإن شاء الله نلحق نقرأ المقال. خليني أخذ الأخ طراونة. مين؟ مساء الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يعطيك العافية طراونة. الله يعافيك. مين معي؟ إبراهيم الطراونة من دار الجنوبي. أهلا وسهلا فيك يا إبراهيم. يا هلا. الله يعطيك العافية على البرنامج الشيق. يسعدك يا رب. يا ستي. نعم. من مدة شهر نعم كان في استضافة للإعلامي محمود الحويان نعم مع أحد المهندسين الزراعيين نعم بخصوص البزار وما البزار يعني نعم القمح والشعير وهيك نعم. طبعا هنا بطلبوا عندنا في الطن 500 دينار القمح نعم، والشعير بطلبوا فيه من 350 ل 450 نعم، فهذا إجحاف بحق المزارع يعني نعم. طبعا المهندس احنا ما قدرنا نفهم منه شو الاسعار، لانه كان بيتكلم في اسعار بقول اسعار رمزيه، فما حالفنا الحظ واحنا بنضرب على الخط ما قدرنا نمسك الخط نعرف شو اللي بقصده يعني. نعم. فما بعرف شو تقدر تساعدونا. يعني انا مش عارفه يعني مين المهندس اللي انت بتحكي عنه ابراهيم، بس انت يعني بعموم الموضوع انت بتستفسر عن اسعار طن القمح او طن الشعير. نعم. انت عم تستفسر عن الاسعار لطن القمح وطن الشعير؟ هو المهندس كان بيحكي في اسعار رمزيه وانه موفرين زي تراكتورات مشان الحرس. طيب نشوف يعني الاسعار رمزية، بس ما فهمنا شو الاسعار يعني. والله ما نعرف. معممات على مديريات الزراعه في المملكه عامه. طيب يعني عمو احمد بركي هلا يعني بشوفونا الشباب كيف نقدر نساعدك، بركي اعتقد المعنيين وزارة الزراعة في هذا الموضوع. شكرا اخ ابراهيم. الاخ محمد السليم مساء الخير. الله يعطيك العافية مهندسة. الله يعافيك، اهلا وسهلا. اغلبك يا مهندسة، والله احنا نواجه مشكلة في محافظة المفرق. نعم. بتكاسي المكتب يا مهندسة، لا يمكن يشغلوا العداد. يعني انا قبل اسبوعين جيت من المجمع تبع عمان لحي الحسين، دفعت دينار، اول امبارح يقول لي دينار قبليها ونقول لي دينار ونص، قلت له يا اخي جيت بدينار، ونقول والله هو حر ياخذ منك دينار، يعني ما في التزام نهائيا يا مهندس. تعرف محمد قلت له شغل العداد ان شاء الله يطلع عليه 5 دنانير، ونقول انا ما بشغله لانه عندنا ما بتوفي شغل. لا انا اقول لك شغله محمد، يمكن نعم. بالمفرق تحديدا عشان ما اكون عم ببالغ، يمكن احنا تابعنا نفس الظاهرة هاي في الزرقاء وفي عمان ببعض المناطق، ويعني في اغلب محافظات المملكة، لكن في المفرق تحديدا يمكن 4 مرات واحنا بنتواصل مع المعنيين بهذا الموضوع. ما بعرف يعني ممكن انه عن طريق المباحث يتم شوي ضبط حالات مخالفة، ولكن اعتقد انه صعب جدا السيطرة. طيب على هذا الموضوع انا يا مهندس بعطيك الحل. تفضل. انا بعطيك الحل. تفضل. لما يتطبق قانون صارم بحق سائق التاكسي اذا ما شغل العداد بنسحب منه رخصه، والتاكسي ومكتب التاكسي يخالف مخالفه كبيره يلتزموا كلهم بتشغيل العداد. مظبوط، والله كلام منطقي يا محمد. طيب نعم، اما انا شو ذنبي؟ انا مواطن كل يوم بسعر، انا شو ذنبي؟ انا اطلع بلعب في التاكسي ان شاء الله يطلع علي 5 دنانير، ياخذ 5 دنانير. يعني المفرق عموما يا محمد، كل المفرق ما في واحد يشغل عداد نهائيا. طيب تابعنا يا محمد. زملائنا يعني عنا والله بلشوا لي في موضوع السير، يعني اما مع السير عمو احمد او
مع هيئة تنظيم قطاع النقل. ناخذ اتصال. طيب يعني ما بعرف هلا تكاسي المكتب يعني في حال غياب الضمير ما اعتقد انه يعني مش منطقي انت شوفير تاكسي تاخذ والله الشغله كانها مشايله. المفروض انه انت يعني بتسوق هذا التاكسي بتشغل عداد وخلص انتهى الموضوع. اللي بيطلع على العداد بيدفعه للراكب وانتهى الموضوع. اما انت على كيفك يعني هذا الكلام مرفوض. طيب اخذ المقال بالاول شباب وتوقفوا لي الاتصالات. طيب امل تفضلي. مساء الخير يا امل. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيفك مهندسه هارون؟ اهلا وسهلا فيك يا امل. والله برنامجك حلو كثير حبيبتي عيونك الحلوه. من وين بتحكي معنا امل؟ انا والله من لواء الكوره. اهلا وسهلا فيك تفضلي. في شو اسمه قريه اللهم صل على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. قريه الديوان الخدمه المدنيه. نعم ماشي. يعني انا رقم الحالات الانسانيه 5 وكل التعييرات اللي نزلت ماشي وما ليش تعيير اصلا. يعني وضعنا الوضع الحالي اللي احنا عايشين فيه صعب جدا جدا. بكالوريوس انت ولا دبلوم؟ لا بكالوريوس محاسبه. نعم بكالوريوس محاسبه. دورك 5 على اربد على المحافظه ولا على اللواء؟ لا على محافظه اربد لان احنا البكالوريوس المحاسبه بنزلوه على المحافظه مش على الالويه. نعم. ورقم 5 وكل ما اراجع بالديوان بحكوا تايجيك الدور. بس انا اعرف شو السبب يعني كون حالات انسانيه ملحه يعني كل اوراقي عندهم وكل اثباتاتي عندهم. طيب حالتك انسانيه كيف يا امل؟ يعني شو وضعك؟ اشرحي لنا وضعك على الهواء. اول شيء وضع الماده. اول شيء جوزي بيشتغلش ومريض وعندي تقارير طبيه انه عنده مرض بده عمليه شبكيه شبكية اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وانه انا بشتغلش كمان وفيش عندنا شغل والبيت بالايجار يعني وضع مأساوي. مش عارفه شو بدي اقول لك امل. يعني طيب انا بدي اشكرك على اتصالك. هلا دور ديوان الخدمه يعني والله انا احبط بالفعل لما بتلقى اتصال وبكون عاجزه حتى عن الرد. يعني اذا كنتي بتتابعينا امل الاسبوع الماضي كان معنا امين عام ديوان الخدمه. ما في جديد، عم نسمع نفس الحكي. الناس كل ما عمال هالجامعات عم بتخرج افواج جديده والافواج بتلحق اخوها. ولا تستنى حظك استنى دورك. يعني بدك تستني وخمسة يعني ما بدي احبطك. من فترة وصلت معي صبية دورها 1 على الحالات الانسانية ولم تعين. مش عارفة شو بدي ارد عليك. نرجع للمقال بس شباب. وانا بالمقال والله تركزوا معنا في موضوع الاخ تاع المفرق سواء مع ادارة السير او مع هيئة تنظيم قطاع النقل. معناته ادارة السير شوفونا من ادارة السير مين ممكن يكون معنا. بنرجع لمقال احمد حسن الزعبي لماذا نكتئب. أشرت أنا بالبداية إلى أنه في دراسة مفاد هذه الدراسة بأنه العرب هم الأكثر اكتئابا بين شعوب الأرض. المقال طويل لكن أنا رح أحاول قدر الإمكان أن نلخصه بسرعة ونوصله لإلكم. خلصت دراسة جديدة أوكي طيب إذا نرجع للمقال ولا معنى المسؤول. طيب إذا لخصت دراسة جديدة أجراها باحثون في جامعة كيوسلاند الأسترالية بأن سكان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هم الأكثر اكتئابا في العالم وأراهم قد بلغوا حدا من اللباقة والكياسة جعلهم يخجلون من أن يسموا العرب بالاسم خوفا من اتهامهم بالعدائية والامتهان ومعاداة العرق العربي. والجماعة مش ناقصهم بصراحة فقالوا من باب الاحتياط سكان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على عينك يا أبو نكد. صحيح لماذا نضع الحزن بالجرن ونكتئب ونحن العرب أكثر من غيرنا؟ أنا أجيبكم. على الصعيد الشخصي منذ الصف الثالث إعدادي لم أرتدي بجامة مكتملة الأطراف فهي دائما مبندقة. لا البلوزة تخصها لا البلوزة خصها بالبنطلون ولا البنطلون خصه بالبلوزة. إما البنطلون طويل والبلوزة نص كم أو العكس. ومنذ الصف الثالث إعدادي كذلك وبجامتي الافتراضية تفر من جهة الفخذ الأيمن الداخلي تحديدا الأمر الذي يتطلب مني جلوسا ثابتا واحدا محتشما طوال الوقت حتى وأنا في بيتي. لماذا نكتئب؟ على الصعيد الشخصي أنا لا أنام قبل أن أمسع إذن أو أن أمسع إذن أو أقرس نيع أو أطلق كماد موجه لكثرة ما أستمع إلى عبارة يابا عندك إياه
وعند الصباح بدلا من فيروز وعازر حبيب وزقزقة الكناري أصحو على جعير وطني. أنا ضد أحمد بهاي النقطة مع احترامي لطرحه ولا مقالاته، لكن لن أسميها جعير بعمومها. ودموع مال هوالي فقط لأن الأول سبق الثاني في لبس الجرابات. لماذا نكتئب؟ فعلى الصعيد الاقتصادي الحمد لله كل شيء رخيص، البندورة ب90 قرش والبطاطا ب85 والبيض ب3 ليرات ونص. الراتب مثل بنات الفيديو كليب، يأتي خطفا ويذهب خطفا، لا قادر تشوفه ولا تحفظ ملامحه ولا تستمتع بوجوده. أما البنزين فقبل أن تعرق السيارة ويدفأ صدرها وتتنحنح وتقول يا هادي تكون قد صرفت تنكة. لماذا نكتئب؟ فعلى الصعيد السياسي مجلس النواب غير أنه مثل بيجامتي مش لايق على بعضه ومخترق في مناطق الحساسة، فهو لا يمون على سلق بيضة، ومجلس الأعيان أيضا لا يمون على تقشيرها. أما الحكومة فكل همها أن تصرف علاجات وفيتامينات من جيبة الشعب لإطالة عمرها وتجديد شبابها وزيادة باءتها. المعارضة تعشق التوحد وتكره الوحدة، وأما رموزها إنجازهم الوحيد أنهم أصبحوا رموزا للمعارضة وحسب. لماذا نكتئب؟ فعلى الصعيد الإقليمي ولدنا على ضياع فلسطين وخطابات المقاومة وحق العودة والقمم العربية المنعقدة في الراديو أو الباناسونيك الملفوف بمغيطة. وعندما أدركنا ما يعني يتم الأوطان وعندما أدركنا ما يعنيه يتم الأوطان وكم هو مؤلم أن نخسر وطنا من خاسرة وطننا. فقدنا العراق، فقسمنا القصائد والخطب والقيم والسردين بالتساوي بين فلسطين والعراق، وها نحن نرى على المذبح سوريا ومصر ونهيئ جيلا جديدا من الشعراء والفنانين والنواحين ليبنوا لنا أوطانا من كلام. لماذا نكتئب؟ وملخص المقال بها الجزئية الأخيرة، فعلى الصعيد الروحي منذ أن أطلقت صرختي في وجه هذه الدنيا ككائن حي، أي منذ أن ولدتني أمي وأنا أبحث عن موت طري ينتابني ينظفني من رماد معاركي ويمتص وجعي المحتقن بحجم الكرة الأرضية، ثم يهبني للمدى المزروع سلاما وزهرة برية ولا أفلح في ذلك. أي غصب عن الكائنات بدي أكتئب. يمكن أنا رح أترك الحديث لكم إذا تسنى أن نأخذ مشاركات منكم، لأنه رح أعتقد يكون عندنا متابعات مع المسؤولين. رح أخذ مشاركاتكم بهذا المقال، وأعتقد بأنه يمكن المواطن رح يقول لك، يعني أي شخص يمكن يسمع هذا المقال يقول لك أنا لمجرد أني أنا أفكر بكسوة المدرسة أو كسوة العيد أو جرة الغاز أو الكاز أو البنزين أو المصاريف المترتبة علي أو الخبز أو الخضرة أو طبخة بكرة أو طبخة يوم الجمعة، هذا لحاله كفيل بأنه يخليني أكتئب. نأخذ أم أحمد. مساء الخير يا أم مراد. يا جماعة أم أحمد ولا أم مراد؟ أم أحمد مساء الخير. أهلين هلا حبيبتي مساء النور. تفضل. يعطيك العافية. الله يعافيكي. معلش بدي أحكي أنا عن مدرسة الأشرفية لواء الكورة. نعم. إنه طلاب التوجيهي والله ما أخذوا ولا درس من أي أستاذ، إنه معتمدين كله على الخصوصي. توجيهي. يعني بروح ابني وبرجع ولا إشي. حتى الحافظ. إنه ما داومش. ما شاء الله. كيف يعني؟ بحكي لي بضيع وقتي كله ولا إشي، بفوت الأستاذ بحكي له حطوا راسكم وناموا وما فيش. والله ما فيش دروس من مرة، ما باخذ ولا درس. الأستاذ دقيقة بالله يا أم أحمد، الأستاذ بقول لهم حطوا راسكم وناموا. الله قوي والله إنه رائع. يعني حرام يعني الطلاب علمي والله العظيم، في ناس إنه مش قادرين يعطوا أولادهم خصوصي، إنه بدك خصوصي سجل، ما بدك خلص بتروح عليك. بأي مدرسة بالله يا أم أحمد؟ مدرسة الأشرفية للبنين. الأشرفية وين هاي يا أم أحمد؟ بالأشرفية لواء الكورة، مدرب السيد الأشرفية بالكورة. بالكورة. أب الله يعني توجيهي. والله ما أخذوا إشي من أول السنة. الامتحانات الشهر الجاية بنت الأوادم، وحدي الله معقول هذا الحكي؟ طب اسألوا وشوفوا، تعالوا كشف مرة هيك على المدرسة وشوفوا، اسألوا إنه في طالب بأخذ درس ولا أستاذ بعطيهم. طب أم أحمد بس بدي أسألك سؤال يا أم أحمد. تفضلي حبيبتي. يعني انت وضعك المادي بمكنك انه انت تجيبي لابنك استاذ خصوصي للمواد اللي ما بيرسم؟ لا لا مادي مادتين، وبعدين يعني لا والله لا، يعني بنعتمد على قرايبنا اللي دارس بنودي ابننا عليه. طب الله بدي اسالك سؤال،